10 ليش عطاني؟ قال لي هاي البامب في عليها الكتريكال موتور. وهذا الالكتريكال موتور الافشنسي تبعت الالكتريكال موتور 85%. هلا الحقيقه هذا الرقم منخفض فعليا مع كثير من المحركات الموجوده، السكورل كيج اندكشن موتور اللي موجود اذا بتشتغل فول لود عاده ممكن توصل 90 91 92، بس احنا رح ناخذ الرقم اللي اعطانا اياه. وانا هلا هون حطيت على جنب، ما مطلوب انكم تحلوه ولا رح تحتاجوه، بس انا حطيته على جنب، حطيت انه حتى ال1000 هلا ال1000 فعليا ما رح تكون 1000 ار بي ام. ليش؟ متذكرين حكينا 1000 ار بي ام؟ هل هذا المحرك رح يشتغل على 1000 ار بي ام ويعطيني تورك؟ لا. ايش لازم يكون فيه؟ 1500. لا لا ممكن يكون 1000، ممكن يكون 1000. عارفين من وين ال1000 بتيجي؟ 1000 بتساوي عندي 60 على بي على 2 في اف. لو اف كانت هلا يمكن هو لانه مستخدم 60 هرتز، سمعت من 60 هرتز بعرفش، بس هي ممكن يكون فيها سليب، اوكي؟ اللي اخذ منكم ماشينز في سليب، فبتكونش اذا كانت السنكرون سبيد 1000 هو فعليا راح يمشي على اقل شوي، راح يمشي على 950، بس احنا نهمل هذا الامر، راح نفترض انه فعليا هو ماشي على 1000 ار بي ام. الكل فاهم هاي النقطة؟ السكوريل كيج اندكشن موتور ما بعطيني تورك على السينكرون سبيد. شوف هذا يعطيني السينكرون، ليش ما يكون ريتد هاي خالص؟ شو هي ايش الريتد؟ ليش هيك؟ كيف بدنا نسوي هاي 1000 سينكرون مش ريتد؟ ما بعرف، بس ما هي ايش الرقم القريب عليها بده يكون اذا عندي السبلاي 50 او 60؟ اوكي؟ افترض عندي بي تساوي 4 وخلينا اف تساوي 50 هرتز، قديش بتصير ان اس؟ بتصير 60 في 50 على 4 شو بتساوي؟ 1500 ار بي ام. اذا كانت بي بتساوي 6 واف بتساوي 50 هرتز بتصير ان اس شو بتساوي؟ اذا صارت هاي بتطلع معي 1000 ار بي ام. اذا كانت بي بتساوي 6 واف بتساوي 60 هرتز بتطلع ان اس 1200 ار بي ام. بالله حد يتاكد من الارقام هاي انها صحيحه. هلا ممكن انا بستبعد انه يكون هو 1200 وبيشتغل على 100 على 1000 وسليب 16%، فاهم علي؟ يعني هدول الارقام ما فيش عندي ارقام ثانيه اقدر استختار منهم، فهو اذا مش على 1000 من اي واحد من هدول بتوقع انه يكون اللي هو اي واحد هذا هذا قصدك ولا هات؟ 1500 كبير السلب. سليب ما عمره بوصل 30%، سليب عادة قديش انتم بتتذكروا بالمشين؟ 5% ماكسيمم، 5% في 1500 75 يعني 1425. هلا ال 1000 ممكن يكون 1000 وهم لما ذكر لي ال 1000 ذكر لي اياها تقريب ال 1000، ايوه يا مصبوص. 120 ال 1200 هم 120 ضرب 50 على 4 يعني مش 60. هي هاي المفروض تكون 2 هون، انا بس ما حطيتش 2، مش هيك قصدك؟ 60 هي 2 بتطلع فوق، بتصير تضرب في 60 بتصير 120. يعني هي 2 اللي هون بتطلع فوق 120. اوكي؟ هلا انا توقعي انه هو نفترض انها 50، بس لما ذكر رقم ال 1000 هو مهمل السليب، فهي فعليا مثلا 970، بس هو قربهم تقريبا. اوكي ماشي؟ لانه حتى ال 1200 كثير السليب بيكون 200 ار بي ام. بس على اي حال احنا مش مش رح ندخل بهذا، هو معطيني ال 85%. هلا بقول هذه 85% وعندي السيستم بيشتغل 12 ساعة باليوم. و250 يوم بالسنة. وتكلفة الكهرباء إذا الكوست البرايس بيساوي 0.11 سنتس 11 سنت لكل كيلو وات. الكي سمول، الدبليو والاتش سمول، اوكي؟ وحدة ايش الكيلو وات اور؟ باور. مش باور. انرجي جولز، هذه بقدر احولها لجولز. كل 1 كيلو وات اور شو بيساوي كم جول؟ 3.6 مليون. كل 1 كيلو وات اور يساوي 3.6 times 10 to the 6 joules او يساوي 3.6 ميجا جولز، اوكي؟ ليش ما بنبيع ونشتري بالجول؟ يونت صغيره جدا، يعني الكيلو وات اور هي يونت عمليه اكثر، فهون عندي عم بدفع 11 سنت على كل وحده كهرباء.
وحدة طاقة، وحدة طاقة، وحدة انرجي. هلا السؤال قديش التكلفة السنوية؟ هلا إذا بنرجع على السيستم السابق قديش كانت الانبوت باور اللي داخلة على البامب؟ هي بقدر أحسبها، عندي تورك وأوميجا مش هيك؟ فبي إن شو بتساوي؟ كانت 120 نيوتن متر إذا متذكرين مضروبة في السرعة، قديش كانت السرعة؟ 1000 على 60 في 2 باي، وهذه هي راديانز بير سكند. والله احسبوا حد يحسب هذه الباور، فبتطلع الالكتريك الباور اللي داخلة على البامب 12.6 كيلو فولت. طيب قديش رح تكون الباور اللي داخلة على المحرك؟ إذا هاي بي اللي هي بي اوت صارت للمحرك، بي ان الكتريكال شو بتساوي؟ 12.6 على 0.85 واللي هي بتطلع 14.8 كيلو. كيف بدي احسب هلا الطاقه الكليه الانرجي الكليه اللي بستخدمها خلال العام؟ بضرب هذا الرقم، هذا كيلو واتس، بايش بدي اضربه حتى يتحول للطاقه؟ بقدر اضربه بسكندز، بس كيلو وات سكندز ما لهاش معنى، كيلو جول بدي اضربهم في اور، عندي الاور زيها، فبتصير عندي الانرجي بير يير بتساوي 14.8 كيلو واتس مضروبه في 12 في 250، فهذا بعطيني كم كيلو وات اور بالسنه، وضارب مباشره بالسنتس كانه 44,400 كيلو وات اور. اضرب هلا في 0.11 مضروبة في عفوا في 0.11 قديش تطلع؟ 4,884 وهذا هون يو اس دولار. إذا هاي التكلفة السنوية قديش من هاي أنا عمالي بخسر؟ عمالي بدفع على الفاضي 15% عمالي بروح مضبوط 15% من هاي بسبب مين؟ اي افشنسي؟ بس كمان عندي افشنسي بسبب اوكي، فبقدر احسب اللوسز التكلفه بيطلع تقريبا ثلث هاي، بس تحسبهم الثنتين عندي 15% من القيمه هاي اللي موجوده، والثانيه قديش كانت؟ هيها اكثر 16.5% من القيمه الثانيه، هاي بتعطيك اللوسز اللي عم تدفع، بتطلع حوالي 1300 دولار عمال بندفع بالسنه بسبب ايش؟ بسبب الانفشنسي في المحرك والانفشنسي في البامب.